عدى هي الحارة من هدى في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدى منها بالدنيا كلها. شو مدام؟ كأنه باغي بطلت تعجبنا. زهدي؟ بدك تقارن الشام بباري؟ لا ما رح قارن يا ستي. المهم هلا انت اكيد تعبانة، بدك تتغدي وتنامي صح؟ لا مالي تعبانة، بدي اشرب الشاي وروح مشوار على حارة ضبع على بيت شاب اسمه خاطر، في له امانة معي. امانة؟ شو هي؟ والله ما بعرف. في ست تعرفت عليها بطرابلس، شكلها باعت له معي هدايا. لما قعدت يومين ببيت خالي. طيب أنا المسا رايح على نفس المكان، بتحبي تروحي معي؟ لا، لأنه المسا بكون عن جد تعبت كتير، لازم بعد شوي روح. طيب حبيبتي، معناتها شرفي معي على المكتب، بدي ورجيكي شغلة بتحبيها كتير. تفضلي. يلا. شو رأيك؟ هذا مشروع لمنطقة جديدة؟ هاي الحارات القديمة بتنظيم جديد. الحارات القديمة؟ ايه مشروعي. طيب شيري، خليني اقضي مشواري بعدين نرجع نحكي. طيب حبيبي. اوكي. ما عجبه. اي قلعتنا عمي، هون في شعرتين معاكسين. ايه هلا بنظبط لك اياها بالشبه. لا اله الا الله. عم تحرمني؟ ايه معناها عم تتطهر. طول بالك عمي، حاجه تحوس مشان الله. ها شلشني. لا عيمر تكي تكي، خلينا نحطها. لا عيمر عمي خالصي. الله ينعم عليك. في طربوشو؟ ايه شبه عمي. لا عيمر عمي الله ينعم
عليكم. خلاص عمي والله ما بطلع شيء، خلاص هي عنا عنا على حسابي. ما بصير عشان قال لي معلش الله يرضى عليك. عمي الرحلة يا أهلين يا أهلين أهلين هلا هيك نايمة يا عمي نايمة عجبك يا أبي؟ روح سن الموس أول عشرت الناس ما شفته؟ ما شفته صايبه حرقوس مثل الحردون عم يهز يمين وشمال بده 100 ايد لحتى يثبت. لك انت شو بدك بالله؟ كراي ايش شو فاتحين هاي الدكانه سبي؟ لك يا ابني هلا وقفت على هالاشياء الدقن والفرنجين يا ابي اشياء ورا اشياء بتلم وبتجمع. لك ان هذا اللي بتتجوز ثلاثه. الله اعلم بالحال. ولقوا شو هلا بدهم بيت كبير هلا اذا بتحلى. لك حتى لو جمعت مصاري جبت لهم بيت كبير ما راح تزبط معك. ليش يا أبي؟ بيت كبير أبي بده عائلة كبير. هيك يا أبي؟ الله يسامحك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلين بكري. سن الموسى أبي سن الموسى. شعو جاهز. أبي يتجوز. شو عم تقولي خالتي مزكي؟ لا هون. شو عم تقولي خالتي مزكي؟ أبي يتجوز. ليش في عيب أبوكي؟ ما شاء الله عليه. وميت وحده بتتمنى تفوت هالبيت. بعدين فريال مره وحدانيه وعايشه لحالها وبنت حلال، والمره الوحدانيه بحاجه للرجال يحميها. لا يا خالتي مزكي، شو يتجوز ما يتجوز؟ لك يا بنتي بالشرع والدين انت اللي لازم تجوزيه. الرجال بحاجه لمره مشان تعتني فيه وبهن دامه وتطعميه لقمه طيبه وتحاكيه كلمه حلوه تسر قلبه وخاطره، يعني بالعربي الفصيح بحاجه لوليفه. تعي لهون بشو عم تصفني؟ لساك عم تفكري بالموضوع؟ قولي على عيونك شو مجنونة. لا يوم شو الجواز؟ جربت حظي بجواز 3 مرات فكة الله وانصرفت. بعدين شو بدهم يقولوا عني اهل الحارة بعد الكبرة جبة حمراء؟ شو بدهم يقولوا؟ ينقطع لسانه اللي بده يحكي. جوازي على سنة الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. شو قلتي؟ ينقال قوالك وينتصب ميزانك ريتك. قال شو قلتي؟ قال اميالها السيرة من بالك ولا بقى تحكي فيها منوب. فهمتي وليه؟ أحسن ما والله وقسما عظما لأصل لك لسانك من شرشه وارميه للكلاب والقطط. فهمتي؟ قال اتجوز. قال لك هبلة انت شلون بتتركي البيت وبنتها للمقوصة شهيرة فيه؟ وشو فيها؟ لك شلون شو فيها؟ شلون شو فيها؟ قال حرد الدب عن الكرم زاد العنب قنطار. هلأ بحرتك هاي تركتي لون البيت سداح مداح لحتى يتفردوا فيه. وبيجوز أبو العاص نكاية فيكي وبفايزة يكتب للبيت باسمها لهدى. قلتك بيعملها؟ إيه لكن هو اللي بيعملها، مو هو ابنها لسعاد السلالة؟ أنا يا أختي إمريني. ما يمر عليك ظالم، بدي أسألك على بيت أبو خاطر. يلا بي. بيت أبو خاطر إيه لعيونك تفضلي. إذا بدك خاطر عند عصام تفضلي تفضلي. خاطر. تفضلي. يا خاطر. السلام عليكم. خاطر. تحرمي مرة بداية. عن إذنك أختي السلام عليكم. شكرا لك. إيه أختي أنا خاطر. إمري شو بدك؟ مرحبا أخي. أنا اسمي خالدية. جاي وصل لك أمانة من أختك زهرة اللي بطرابلس. أختي زهرة أهلا وسهلا بالخانم. شرفي لعنا تفضلي. إن شاء الله غير مرة بتجرب. تفضل هي الأمانة وهي بتحب تطمنك إنه بخير وبتعزمك أنت ومرتك تطلعوا تزوروا عنده بطرابلس. إيه والله يا خانم نحن مقصرين معها، نحن عملنا شي زيارة بس شرفي لعنا. شرفي أنت هلا على البيت. غير مرة غير مرة. على رأسي. يلا بخاطرك. الله معي. مساء الخير. نعم. عفواً السيد أبو عصام، أنا المهندس زهدي. مرقت لعند ابنك على الدكان وتركت خبر إنه بدي أشوف حضرتك. أهلا وسهلا. على رأسي. أهلا وسهلا. كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. على رأسي. بتمنى أكون إجيت بوقت مناسب. ولو خطوة عزيزي. أهلا وسهلا. الله يخليك. شكراً كثير. شكراً. شرف شرف. الله يخليك. يلا يلا يلا. شرف أبي شرف.
دائر الباب وراك لو سمحت. هيك عمي مسيك انت مالك غريب. اهلا وسهلا. عشت عشت الله يديمك. البركه. اهلا وسهلا. يمكن بتعرف ابو عصام انا من القنوات. ايه لا صار لي خبر. ايه ايه والله تشرفنا. نعم والله. تسلم. الحقيقه انا طلعت على فرنسا وخلصت اختصاصي هنيك كمهندس مختص في رسم المدن. اه ما شاء الله. ايه والله وتعينت حاليا ببلديه دمشق. يخزر عيني يخزر. الله يخليك. وعم فكر حاليا رشح حالي للانتخابات البرلمانيه القادمه. كمرشح مستقل يعني انا ما بنتمي لاي تيار او لاي حزب مو مثل بقيه العالم يعني. ايه بعد اذنك. فالحقيقه انا محضر برنامج انتخابي مرتب وبدي اياك تساعدني فيه. ما هو حط الجمال بقى. بشو بدي اسالك اخي؟ مثل ما بتعرف ابو عصام الانتخابات بدها دعم شعبي وانا مهم كثير بهالفتره اني اتواصل مع الزعامات الشعبيه وحضرتك يعني انسان لك مكانتك وقيمتك هون بالحاره. حلي درسك بالأول. حلي درسك. عشت. عفوا. دوقة 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 وقل لي شو المطلوب مني. بدي اياك تشرفني بأنك تكون المسؤول عن حملتي الانتخابية. هلا استبين عمي بدك دعم يعني. ايه أبو عصام بدي دعمك هون بالحارة باعتبارك الزعيم. لا شوف عمي من جهة الزعامة أنا حيا الله واحد من أهل الحارة الكبار بالعمر. هي الله وكيلك لا طلعت ولا نزلت. بس بتضل كلمتك مسموعة. على عيني. بالحق إن شاء الله بس بالحق. وأنا ما بدي غير هيك. بالحق. لك على راسي والله يا أبو عصام. تسلم. كان عندي ثقة ويقين بإنك رح تدعمني. وكر الله عمي. لا. لا. اي سيدي لا. تحلى كلمتين يا استاذ. انت اللاتينيه جاي ومعتمد في براسك مواد تغني بالبرلمان بغير البرلمان. انت حر. لا نعرف ولا بدنا نعرف. بس نحن هون اهل الحارات. دافعنا كثير لحتى ما حدا يحكمنا. والخوف معشش بنفوس الناس. ومو بالسهل يقبلوك ويجوا معك او يقبلوا غيرك كمان. فما هي. شو يعني؟ الناس بدها تخاف مني؟ توبك مو ظابط معها عمي. توبي توبي اللي لابسه ابو عصام؟ اللي لابسه جوا مو برا. اللي لابسه جوا يا استاذ. قلت لك الناس هون بتخاف. وفي ناس خوفها من شرع. وهدول يمكن كتار اذا بدك. يمكن بتشوف منهم كتير انت. بس كمان في ناس خوفها ما من شرع. وهدول ما بتعاطوا مع حدا. ولا بيقبضوا حدا ولا بيسدوا حدا. عشان هيك بينشروا ضلوا قاعدين ببيوتهم. حدد بقى حضرتك على مين بدك تعتمد. على هدول ولا مع هدول؟ عدم المؤاخذه انت من انو ابو عصام؟ يا استاذ انا كل عمري ببيتي بحياتي ما انشريتها. لا بنشرها ولا بنباع. لك الله محييك يا ابو عصام. هدول اللي بدنا اياهم وهدول اللي البلد هلأ محتاجتهم. هدول الناس اللي عندهم قيم ومبادئ. لك والله على راسي على راسي. عكلين بتمنى انك تزورني ببيتي وتتعرف على مشروعي وان شاء الله رح تقتنع بنفسك. لك عمي انت شو مشروعك؟ تجديد الحارة وتنظيمها. يعني بدل الدخلات رح يصير عنا شوارع. رح يصير في حدائق وسوق وخدمات وعلى كيف كيفك وغيره وغيره. أنا اسمح لي هلأ لازم أمشي. عود عمي عود عود الله يرضى عليك. عود اسمح لي تفضل. عفوا. قلنا لك من الأول يا أستاذ تلبس ثوبنا نفهم عليك وتفهم علينا. وين رايح هيك؟ استنى شوي. لا تؤاخذني لا تؤاخذني أبو عصام سامحني. يلا 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 تفضل. أبو عصام واحد سطحي ومغرور. تخيلي خالدية قاعد عم بحكي معه طول الوقت عم بيجاوبني على قد السؤال وعشو عاملي لي اياه كبير الحارة ما فهمت. أحلى شي وقت اجيت لأمشي بيقول لي وقف عندك. حسيت حالي الشيطان. قال بده ياخذ لي طريق. يعني وين المشكلة؟ واستنى لك 10 ثواني زيادة شو صار؟ هي عاداتنا وتقاليدنا. هلا بدي أسألك سؤال. أنا وياك لو ما سافرنا ودرسنا برا كنا تغيرنا؟ ها معناتها مثل ما بقول دائما المكان بيغير. شو قصدك؟
يعني إن شاء الله مفكر إنه إذا هديت الحارة وطلعت ببناء فرنسي أو إيطالي رح تقدر تغير أهل الحارة. خالدية شبك ما عم تفهمي علي أنت كمان؟ أنا مو مشروعي حي واحد، أنا مشروعي البلد كلها. لك ما شفتي فرنسا؟ ما شفتي الثورة الصناعية شو عملت فيهم؟ شو طورتهم وطورت اقتصادهم؟ لك ما بتتمني بلدنا يكون هيك؟ طبعاً أكيد بتمنى، بس حسب ظروفنا وعاداتنا. حبيبي إذا غيرت الحجر فكرك بتغير البشر؟ بس نحن لازم نتغير يا خالدية. لك شو انباز وشو شروال وشو هي قصة يلا يلا قبل ما نطلع من البيت وشبرية وموس وباطل وادي كتاكي؟ خلصنا بقى، لازم نتغير حاجة، هذا كله ضياع وقت. خلص لك، امشي بمشروعك وشوف شو راح يصير معك. صحيح انت ما بدك تقدم المشروع للبلدية؟ طبعا، بس قبل ما اقدم المشروع للبلدية لازم جيب موافقات اهل الحارة. الاهم من هذا الموضوع كله لازم انجح بالانتخابات البرلمانية، هذا بيقويني كتير وبيعمل لي علاقات أوسع بالبلد. ماشي الحال، هلا أنا بدي فوت نام لأني عن جد استويت. بكرة الصبح بنحكي. طيب حبيبتي. لك صحي، بدي أسألك، عايشة قصر لهون؟ من وقت ما رجعت من السفر أنا، يعني بتعرفي بدي حدا يخدمني. طيب صباح الخير. مو ظابطة يا أبي، مو ظابطة، الشغل مو جايب همه. أبي من أول ترى الله يرضى عليك، بدك تغير الكار غيره من هلا. يو والمصاري اللي حاططها؟ معلش سؤال، مو مشكلة، ما في شيء ما بيتعوض، نخسر شوي هلا أحسن ما نخسر كثير بعدين. ما في ربح يا أبي، عم اضربها اطرحها اقلبها، ما عم يتجمع رأس المال. لك أبي الشغل حي الله شغل، دائما بأولته هيك، دائما ببلش هيك، الله يرضى عليك. شو أنت دغري بدك تغب عملة؟ شغلك لسه على قده يا دوب، يعني بضاعتك هالقد، شو فكر حالك انت صاحب بايكه ومخازن؟ الله يرضى عليك. بعرف يا ابي بعرف، واصلا امي لها دينه كبيره ما لي مصدق انت رجع لي اياها. مو هين عليك مصاري امك؟ ها سامحتك امي، مسامحتك، لا تاكل همهم بنوبيو. يا مو هذا حقك، وانا ما باكل حق العالم لحتى اجي اكل حقك. الله يرضى عليك تقبرني. والله زابط عليك انت وامك بيت فستوق. أصلاً هي لابسة فستقي، قوم بلاكولك إيه، قوم انطب عند حريمك روح. الله يخلي لي إياكم. هو إيه نزلوا الحارة؟ ليش شو بها الحارة؟ شو بيعرفني؟ هيك هو عم يحكي الزلمة، والله أنا مرتحت له. أخي، هذا بدك تشوف مين وراه. البلدية قصدها؟ البلدية شو رح تفيدك؟ رح يقولوا لك هذا شغيل عنا. بدك تشوف العسكر كومندان، يعني يا لعن والعنين، يعني هذا اللي رجعنا من تحت الدلف لتحت المزرب ما استفدنا شيء. لك اخي هلا هن حيجبرونا ويجبروا الحارة. لا لا ما بيطلع بايدهم. هذا اللي بدك تدور عليه، فهمت علي؟ والله حميدك. ايه معك حق، عيسان غلطان بهالشيء. ايه ما زالوا غلطان، يصلح غلطه. ولا ما انا شاطر غير يفرخ ولاد ويحشكن هو ونسوانه بهالزريبة اللي عايش فيها. شو العمل يا ام عصام؟ يا حبيبتي العمل عمل عصام، هو رجال البيت وهو بده يلاقي له حله. انه حله؟ وانت بتعرفي انه ما في حيلته اللضا، وبتعرفي البير وغطاه، المسكين برقبته ثمانه. ايه ولي على قامتي، بيته صاير مثل النجار. لك هان هذا اللي بده يتجوز ثلاثه يا بعدي. طيب ما يساعده أبو عصام؟ ما شاء الله كان، يعني أبو عصام في عنده مالكانات ومصاري ما بتاكلها النيران. بلا حسيدة فريال، حقله لأبو عصام يساعده. إن شاء الله مفكرة إنه مو أكلين همه نحن كمان. شو سعاد، بدنا نضل قاعدين بين الطبخ والنفخ؟ إيه لك حبيبتي، شو أنت غريبة عنا يعني؟ أنت وحدة من أهل البيت. أيوة. سعي شو تشربي؟ قهوة سادة يا بعدي. يلا لخلص اللي بإيدي. لا تخلصي كمان أو دعناكي. فريال لك، فريال لك، أم طمزة لك، تعي. الواه الواه، المشغول بالها على عصام. إيه صدقتي والله. شو أبو شوكة؟ إيه
صار له حصه خالص الفيلم. اي والله يا ريته ما خلاص مسيك طالي مره ثانيه مسيك. اي بس بده شي نص ساعه ليبلش الحفله الثانيه. معليش بستنى. طيب شو رايك تروح لعندي نشرب كاسين شاي انا وياك؟ لا لا معليش تكني هون مبسوط. شو بينتك مزاجي؟ اخ يا وليد عليم الله بس كون هون بنسى هموم الدنيا كلها. اخ الله محيي السلامه والاخترع. معناته رايح جيب كاسين شاي نشربهم انا وياك. ايه يلا ناطر. يلا. صلك ساعه بتزق فيه وساعه وي. شو بدك تعمل هي؟ شو بدي اعمل يعني؟ هيك لاقي لي شيء شغله اطبخها. والله ما تجوع. بدك شو؟ ايه شو بدنا ناكل؟ نمس شو بدنا ناكل؟ شو بعرفني شو بدنا ناكل؟ ايش عندك شو ناكله؟ ضيفه شوفت عينها. شو صار معك؟ يا ناطر صلي على الله. شو بك فيه؟ صلي ساعه مشعل فيه. انا اللي حقلك شو حجي اقول. شو بدنا ناكل؟ احلى خروف طيب شغل لي الفحمات ولعيونك احلى فطيمه صغيره تك 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 تك. خروف منين الخروف؟ من انت اوصافي يخرب بيتك بدك تروح تسرق خروف لك نمس؟ اعوذ بالله شو اسرق ما اسرق استعاره استعاره بناكله ومنرجع له اياه يقان. يعني قلت لك بس يصير معنا مصاري بنرجع له حقه لابظافه؟ بس يصير مقلص ناقصه مصاري الله لا يسمعه لا يسمعه مصاري. طفى لحاله رح جهز الفحمات. الله الله بحبنا شفت هاي الدليل يلا شغل لي الفحمات تحكى وبجيك. الله معك مع السلامه نمس أعلى خروف. خير يا أبي مو على بعضك. قصة أخوك قعود ما عم تخليني نام. شو صاير عليه يا أبي؟ والله مو صاير عليه شيء. لك أنت شو؟ أنت شو؟ ولا شو همك أنت ها؟ قاعد بغرفة مرتاح ومرتك جنبك ومالك حاسس بأخوك؟ يا بي قعود من يوم يومه بالبايكة وتعود عليها. قوم من خلقتي قوم من قلع قوم يا بي بس فهمني لك قوم أمرك يا بي. شرب شاي. وبعدين مواد ما حد يعرف يندفس. ليش زعلان؟ لك زعلان يخلع رقبتك اندفس بقى مسكين تنكي قاعد زعلان هاكل لي هم هالحيوان وشفتي هداك الجوعان. كمل اني قلت الزعروف. هاي ايديك ضلك نظيف قعو عمي ابو زافر هات هالكرسي هات وجايك نوم وين؟ وشو جابوا هذا كمان؟ ولي على الحظ لا انا ولا خاروفي. حق معك يضيق خلقك لك ابني حق معك عايش بهالبايكة راسك براس الخوابيب. مو انت بدك تزوجني؟ قعودي تزوج واللي مثلي قاعد هيك ولك اخس على هيك زمن اخس. هالسنة زواجتك علي. ايه امتى؟ بس يخلص 40 ام ظافر الله يرحمها هدور لك على بنت حلال وجيبك تسكن عندي بالبيت. عندك بالبيت؟ لك ايه عندي بالبيت. الله الله يكتر خيرك يا عمي ابو ظافر. لك لا عاد تقول لي عمي ابو ظافر. شو بدي اقول لك يا عمي؟ لك قل لي يا ابي يا ابي يا ابي. لك انت ابني 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 ابني. الله يخلي لنا يا عمي ابو ظافر ويعطيك على قد نيتك يا رب. رح آكل
الاكل عجبه. ها اجى الخير واجى الرزق. احلى نمس واحلى نار. احير وين خروف؟ اي خروف؟ لك الخروف اللي اتفقنا ناكله. شو بك نمس؟ منين بدي اجيب لك خروف؟ شو منين؟ من هيك تبزافه؟ فشلت عينها. بدك اني انا اروح اسوق خروف لقد ابزافر ولا؟ لك مين قال لك شو؟ انت بذات نفسك قلت لي عيره. شفتك راح عد للواحد، ايش كان لقيتك قدامي راح اشويك بدال الخروف. لك شو بدنا نمس؟ راح بلش عدها. لك شو عار بدي اكل؟ الله يثبت علينا العقل والدين. معقول يكون قاعد ابنه الأبصافي؟ إذا القصة طلعت مظبوطة هالجيش رح تنقص من قيمتك وتتبهدل وعامل اللي فيها من كبارية حارة الضبا لعمة. يقولك معقول واحد يترك ابنه هيك عايش بين الخواريف والزبل والريحة لعمة؟ لو عامل اللي فيها سلمة خير وكبير يا لطيف شو كبير. يخرب بيتك يا ابو صافير، شو انه ما فيك ناموس؟ بس معقول قاعود ابن هيك واحد واطي يتزوج قبلك يا نمس؟ ليشك حظي انا؟ صدق اللي قال، حظ الابايح بالسما لايح وحظ الملايح بالارض طايح. يا رب يا رب شي طميري شي طميري شي ورده شي كيس مصاري مشان اتزوج فيه. يا العاطي اقف لو كون ماشي بالطريق وتفشكل بكيس مصاري مليان لقرا الذهب. لا ما وقتها شو رح اعمل؟ علي ما علي اتزوج احسن وحده. ليش وحده؟ بدي اتزوج تنتين اربع غير اربع وقتها ما رح اتزوج. احسن شيء قوم نام هلا بركضن بركضن بلاقي كيس هالمصاري في منام. يا رب اسمعوني يا اخوان، نحن كل مالنا عم نبعد عن ديننا وعم نبعد عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة وتم التسليم. نحن صحيح عم نصلي بس هذا ما بيكفي، وعم نصوم بس كمان هذا ما بيكفي، وعم نصلي النوافل وكمان ما بيكفي. حاجتنا بقى، حاجتنا نحن لازم نرجع لديننا. نحن لازم نرجع لديننا. حاجتنا لهوة عن رب العالمين، حاجة روح على الأهاوي. يا أخوان نحن لازم نرجع لديننا. أشهد بالله أنه كلامك بيشرح القلب وبيحيي الروح من جوا، والله يفتح عليك يا شيخ. سمعه بجاه كلمة له جاه عند رب العالمين. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك يا شيخ. الله معكم. عليكم السلام. بإذن الله أنا عشية بكون عندك. قول الله على رأسي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام. يلا. اللهم إني. سمعوا. عليكم وقانا. استغفر الله يا ابني. شو الحكي اللي عم تحكيه مع أهل حارتك يا ابني؟ شو حكيت؟ يا ابني هذا اسمه غلو في الدين. لا انت ولا انا ولا كل رجال الحاره بتقدر تتحمله. شيخي ما فهمت عليك. يعني اذا انت اصلا مو فهمان مصطلح غلو كيف عم تعطي درس بالدين؟ يا ابني الغلو هو التوغل في الدين والابتعاد عن الوسطيه يلي هو جوهر الاسلام الحقيقي. ما سمعت بحديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاة والسلام عندما اجتمع نفر من القوم فقال بعضهم أنا أقوم ولا أنام، وقال آخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال ثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليهم ما بال أقوام يقولون كذا ويقولون كذا، فأما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بعدين يا ابني انت عم تقول للشباب بكفي نوم بكفي روح على القهوة، شو قلت لك ابني؟ حرام، ما بجوز هذا الحكي. ربنا عز وجل بيقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لازم تقرأ يا سمعو، لأنه نصف العلم أخطر بكتير من الجهل. لازم تقرأ وتتفقه بالدين قبل ما تعطي دروس. Thank you.
بيض عليك عمي. نعيما. السلام عليكم. وينك لك عبدو؟ صلاة الظهر خلصت من ساعة. والله يا معلمي يعني بدك ما تواخذنا بس هيك انشغلنا شوي. الشيخ سمعه كان عم يعطينا درس شيء بيشرح الصدر الله وكيلك. هلا سمعه صار شيخ صار يعطي دروس؟ مو شيخ انه شيخ بلفة يعني، بس شلون بدي اقول لك معلمي، كلامه بيجلي القلب من جوا. لك تقول دارس بالازهر ما في كلام. مرة ثانية اللي بتأخر على شغله بتصلي الظهر وبتجي، والدرس بتاخده بعد صلاة المغرب، مو وقت شغلك تاخد درس. روح شوف الجواني شو ناقصه. روح يا امرك معلمي، يا امرك. انا يا اهلين بشيخي، حلت علينا البركات. الله يبارك بعمركم. بس بدي ظبط داني شوي، مالها محرزه. انت المحرز يا شيخي يا عم الشوم. بس بدك تاخذ مني اجر هالمره يا عصام. معلوم بدي اخذ، انت كل قرش منك بركه شيخي. الله يبارك بعمرك. يلا تعال بتعال ارضى عليك. تعال يا عصام، هات عمك ظبط لي الوزن. الله يرضى عليك. لا تخاف عصام، لا تخاف، رح حاسبك لك. معلش شيخي، انا وابي جيبه وحده. سن الموسى ابي، سن الموسى. عم سنه يا ابي. شيخي الله يرضى عليك واخذها مع ولد الشيخ. الله يصلح والسمه يا ابو عصام. دائما المعرفه تدفع البني ادم الحماس وبعدين يبلش يغلط. ايه مو هيك غلطه بصير؟ والله الحق معك، الحق معك. ايه عم يغلط كل غلطه، الله مولاها. لا وشو عم يفتي والناس متاخده فيه وعم يقول تقول عالي. عندي علم يا ابني، عندي علم. هذا الموسى يا الموسى. شريخ بعد راسك شيخي. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الشيخ سمعه بدنا ننهيها معه شلون؟ والله ما عم بعرف. لا والله مين تصرف معه هذا الشيخ؟ مين؟ اخ يا عصام، لك المشكله انه هو صاير واحد نزه وشعير وما عم يتحاكى. يعني بالله عليك انا عم بحكي معه وانصحه دار وشه. استغفر الله العظيم، ما تاخذني مشان اللي خلاف. لا 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 حول ولا قوه. هاي الشبه يا بي، هاي الشبه. والله غصبا عني نزل فيزي. ما تاخذني اخذك خليك معي بتحرقك شوي وسلمتني. معلش شيخي، هلا ابي بسامحك بالاجره ولا يهمك. استنى عليك. ما صار شيء، ما صار شيء عادي ان شاء الله. لا لا انتهي انتهي ان شاء الله. السلام عليكم. على هنمس. زين يا هنمس. حليب احلى شباب. شو تفضل مفركة كوسة. والله فكري مفركة التفاح دخيلك، ما لي قلبي من الكوسة والبطاطا. شو رايك تبع لك خروف على فوتك علينا؟ يا ريت والله، منجفر ايدينا عوض ما منجفر عينينا، ويا ريت تعمل لي صيص في حبا هون. يلا تحرك. عم عامل لك شاي عود. اي يلا عميل منيحة ما بدها شوال، حرك لي حالك. يلا يا لباد. اهلين يا نمس. يا قعود. ليش ما عم تجي لعندي؟ فشرين عينك، انت ما عم تجي لعندي، انا شرري من اللي جاي لعندك، انت في شو ما جيت لعندي؟ انا ما بعرف بيتك. ايوه انا ما بعرفه، نتعرف. انا لك علي اجي لعندك واخذك لعندي منيح هيك. وبتعمل ارجيله؟ يا لطيف، رح اعمل لك ارجيله ما لها اخ بالشام كلياتها. العمى شو قال له؟ تاريخ بتفهموا على بعض. بجلمتك قعود بتابعك شيء ما مخبيه هون قوي. اضحك اضحك. صحتين صحتين. اهلين عمي ابو صافي. عمي ابو صافي عيونه. تعال حبيبي تعال. فورا جيتك. رضاي عليك يا نمس، ضل تطلطل على كعود لانه بحبك وبتسليه شوي. تأمرنا امر، تأمر امر عمي ابو صافر، انت كبيرنا، بعدين نحن ما بدنا مصاري، بعدين ابنك قاعود غالي علينا. ما عاد بينت على الجامعة لك فارس؟ لا والله يا ابو عصام ما عم بروح. لك ما شفت شو صار بالجامعة، وقت بدي صلي بروح صلي ببيتي. ايوه ليش انت عم تروح على الجامعة؟ علي بالحلال ثلاث ارباع الحرم ما عم تروح على الجامعة. سمعوا رجع شي بالغبي؟ ما رجع. لك اليوم بيطلع هيك؟ والله يا ابو عصام صاير عم يطلع كل يوم اثنين وخميس بس من بعد صلاة العشاء وما بيرجع لقبل صلاة الفجر.
اثنين وخميس من بعد صلاة نشيلة وصلاة الفجر. من زمان؟ يعني تقريبا صلوا شهرين عن منوان. ما سألته منه وين بيروح وين بيجي شو الصاير. إذا بقول لك ما سألته بكون كذاب. سألته بس يا ريتني ما سألته. لا شو قال له؟ لك حبي وشي. قال لي وينك غفار هيز؟ ليك لا تتدخل بشغلة ما بتخصك. وحمل حاله وطلع. لك الله يوفقك يا دوس على العملة. لك شو قد تنباك؟ لك هاد بوت تنباك. لك شو هاد؟ تيك تيك. هاد زيتون شنو ما لقيت تنباك. زيتون مدقوق. الله لا يوفقك يا نمس. عم خلينا ندخن زيتون ومدقوق. ولك ايه قلت يا حالي التنباك بيضر فبحط لكم زيتون. زيتون مدقوق اسم منه الزيتون بينفع. بعدين زيتون مبارك مذكور بالقرآن الكريم. يقا يخزي العين عنك لك نمس تفهم بكل شيء. عاملي فيها شيء كمان بيعملي كله ما سعيت من الأرجيلة اللي قاعد. خبرت عمي أبو ظافر إنك جاي لهون؟ إله كان وهو قال لي إيه. ما هيك نمس؟ أي والله صحيح لازم أم رزعه على البايكة. إيه قاعد ليش ما في حدا عندكم بالبايكة؟ لكان في لبن بس تروح أنا على البايكة هو بيروح بينام بيته. الحمد لله اللي حكاها. خلاص خليك هون وبكره من شقشقة الضوء بترجع على البايكة. ايه والله احسن احسن ما تنتعني مشوار هلا بنصاص ليالي على البايكة. خلص قاعد خليك هون خليك وانا راح اعمل لك احلى نفس لبنة مو زيتون. وبلكي زعل عمي ابو ظافر. ولك جننتني. شي بتقلي عمي ابو ظافر شي بتقلي يابي. سالك على برقع عود. عمي ابو ظافر هو بيقول لي قول يابي يابي. ولك التنكه حاجه تنفخ بوشي لامتى؟ نمس قل له حاجه ينفخ بوشي. طول بالك يا ابني. الله يرضى عليك. طول بالك. الله يسامحك يا قعود. لك انا عم بنفخ تنباخشي عم بنفخ زيتون مبارك هيك قال شيخنا. شو بدي اقول لك بعدين عمي ابو ظافر بيعزك خير الله سبرك بسبر ابنه. نمس قل لك شي نكته خليني اضحك انا وتنكه. ايوه بدكم لكم نكته. نكته. الله عليك يا نمس شو بتضحك. شباب بدكم لكم نكته ثانيه. نكته ثانيه. اسمعني بس احكي لك انا نكته ثالثه. لا بعرفها قديمه وبايخه. بدك تسلم الدكانه ابن عمي؟ ايه راح سلمها. شغله مو جايبه همها. خلينا ندور على شيء شغله نطلع منها لقمه الخبز مثل الخلق. ايه وشو بدك تشتغل؟ شو من كان اللي الله كاتبه. المهم احسن من الشغله. وسليم؟ سليم مانو صغير ومن مصلحته انه يدور له على شيء صنع احسن من صنعه الفول والحمص يلي ما بتجيب همها بنوب. ايه مثل ما بدك. بسم الله الرحمن الرحيم. وليش ارتعبتي؟ لا تخبريني ما ارتعبت. اهلا وسهلا بالمهلي. شو شايفه رجعه قريبه؟ وليش استغربتي؟ اشتقت لبيتي ولجوزي. اشتاق لك مكه. مين بده يكون يعني؟ كمال النقل للزعرور. شو قلتي؟ عم وحد الله. ايوه لحالي. شلونك لطوفة؟ اشتقت لك. نور البيت. ايه نور برجعتك. تقبليني تعي نضب اغراضنا. تعي. قال الحرداني بتروح أملة وبترجع سيباني. الله لا كان جاب الغلا. يا عليكي ما أواكي وما أحلاكي يا فريال. يلا منيح اللي بعدتي.
يا معلوم دي بعتها بس مو مثل ما عم تفكري ام زكي. انا بعتها مشان ما يضل الجو للست هدى وتتمردح بالبيت لحالها. ما فشرت عينها؟ لا مو بس هيك، وعلمتها للطفيه تضل تسق وتنق براس جوزها لحتى يشتري بيت اكبر. ما في خواص، ما في خواص لك كني بعدي عن هالبنت. رح تخربي لها بيتها، الله يخرب بيتك من حالي. انت اللي كني ام زكي، حاجه عملتي لي الشيخ مصلي. هاتي لشوف قولي لي، شو في اخبار جديده ومجعجع بالحاره؟ ما في اخبار جديده بنو بنو، يعني شو بده يكون في اخبار دخله؟ طيب وساره مرته لمعتز ما حبله؟ لا ما حبله. الله يجبر خاطره بصبي بجاه محمد النبي حق. امين يا رب العالمين. يلا قومي قومي لنخطف رجلنا لعند حاتم. يلا يلا تقبريني، شو في ورايي؟ انا بالدواره مثل الشراره، وانا من بيت اعلى بيت الاعلى بيت طيب. والله فرحت يا عيني عليك. يلا امشي. روح داود، تعال لشوف. ليش عم تسعر هيك لك ابني؟ هات لشوف، ضحكني معك. امبارح انا وتنكي رحنا سهرنا عند النمس وكنا بدنا نأرجل، ما في تنباك خلانا نأرجل زيتون، تنباك من زيتون. النمس دق 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 للزيتون وأرجل انا وتنكي وانبسطنا كثير. ايه الله يجعل كل ايامك بسط، بس قلت لك لا تبان. والله انا ما دخلني، هذا تنكه هو قال لي نام وانا بجيبك بكره. واليوم بدنا نروح نسهر عنده للنمس. ايه اذا رحت لا تبان، خلي النمس يرجعك. امرك. روح لشغلك. امرك عمي ابو زافر، الله يخلينا اياك. السلام عليكم. اهلا. عمي ابو جوده. اهلا اهلا ابو جوده. شلون ابو ظافر الغالي؟ اهلا وسهلا، شرف شرف. الله يبارك فيك. تفضل. ما في داعي تعزف حالك مستعجل، قلت لحال لما بشوفك اطمن عنا. والله يا ابو جوده تعال الحاره كلها ما عاد نزلت. خير في شيء؟ ويلي بده يتحدى هي الحاره من قدى، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدا.